معايا دلوقتي عبر الهاتف مداخلة أو مكالمة هاتفية في منتهى الأهمية مع واحد من الأسماء الكبيرة جدا في الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني. كابتن ضياء مشرف ومنور، صباح الفل عليك. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله انت مكسر الدنيا. والله انا مبسوط اللي انت معايا، ده اهم حاجه. كل ضيوفك اجانب وحاجه تفرح والله. حبيبي يا كابتن ضياء، ربي يخليك والله. وبعدين احنا مفتقدينك، ما اكدبش عليك يعني، ومفتقدين كارلوس كيروش كمان. انا عارف ان انت من محبي كارلوس كيروش، واكيد حضرتك كمان هتأيد الرأي ده بجانب الشغل. على فكره انا هسألك دلوقتي اول سؤال، هو بجانب شغلك معاه وبجانب اكيد ان انت راجل فاهم كوره كويس قوي، الراجل ده كان قد ايه مهم للكره المصريه؟ لا كان مهم جدا جدا يعني، وكنا نتمنى انه يكمل، كان هيفيد من وجهه نظري عشان برضه الاراء تبقى متاحه يعني، ما تبقاش شهاده مجروحه. هو شخصيه فنيه عاليه جدا، شخصيه قياديه كويسه جدا، بيقدر يجذب كل اللي حواليه من خلال الشغل سواء لعيبه او مدربين. حجم العمل اللي بيعمله في ترتيب اوراقه كبير جدا بشكل كبير. طبعا هي خبراته وكل السي في بتاعه بيقول ان هو اشتغل مع اماكن كتير ونوعيات كتير جدا من لعيبه الكوره ومن الدوريات ومن المنتخبات، فانا بقول ان هو طبعا شخصيه عظيمه يعني في التدريب يعني في كل حاجه يعني. طبعا تتوقع كابتن ضياء انه ممكن يرجع مره اخرى؟ انا مش بسالك على معلومات، انا بسالك على هل الراجل مش عنديش معلومات يعني. بالظبط، انا بسالك على التوقع الفني. ما عنديش معلومات بس مش عارف، ممكن الموقف بعيد شويه لكن ما عنديش معلومات يعني. حاسس ان الموضوع بعيد، ما اعرفش التفاوض ايه، انا بقرا الجرايد وبشوف المواقع بشوف حاجات كده يعني، لكن مش عارف يعني الخطوه اللي جايه هتكون. طيب لكن انه يكون موجود دي حاجه كبيره. حلو جدا، انا هصيغ السؤال بصيغه اخرى يعني، سيبك من المعلومات والتوقعات، هل انت بحكم عشرتك للراجل تفتكر ان هو يحب يرجع تاني يشتغل مع منتخب مصر؟ هو قبل ما يمشي كان عايز يقعد. كان يعني في طريقه انه كان كل حاجه انه يقعد، لكن برضه ما اعرفش ايه اللي حصل في التفاوض. وحصل الانفصال يعني. هو راجل محترف وبيقدر يقدر الظروف الكبيره جدا، وبيعرف يعمل حساباته يعني. هو دايما يقول انا يعني مدرب ليا كارير وليا خبرات كبيره جدا، لازم اي خطوه اعملها زي اللعيبه الكبار يبقى بعمل حسابي في كل الظروف في كل حاجه يعني. ده كان كلام عام بيتقال يعني. صحيح. منه يعني. صحيح. لكن ايه اللي بيتم من مفاوضات او مش مفاوضات ما عنديش. بعد ما راح على كابتن ضياء في تواصل بينك وبينه ولا اتقطع الاتصال؟ لا في تواصل دايما، بلاش الاسئله الخبيثه دي يا كريم. ما انا بتعامل مع اذكى الضيوف اللي ممكن اتعامل معاهم في حياتي. انت عارف مش هعرف اكذب، ما بلاش الاسئله دي. اصلا انت حضرتك قلت لي انت ما تعرفش هو راح ليه وما تعرفش هو جاي ولا لا، وبعدين قلت لي ان انت في تواصل دائم مع. بص احتراما لكل الاطراف عظيم اللي هي المنوط بيها هي اللي تعلن. صحيح. فانا ما مش من حقي يعني مش طرف اللي يعلن يقول حصل كذا او ما حصلش كذا. لازم احترم اتحاد الكوره واحترم كروش يعني، اي حد فيهم عايز يطلع يعلن ان هو اللي يطلع يعلن. صحيح. طيب انا هسالك على حاجه، انت قبل ما يمشي كارلوس كيروش كنا عارفين ان هو مكمل وحضرتك موجود، والراجل بالتعاون مع حضرتك ودايما انت لما بتتعاون مع مدربين اجانب، المدربين الاجانب بيحبوا يتعاملوا مع الكابتن ضياء السيد، مريح وسهل وما عندوش مشاكل وفي نفس الوقت مفيد. هل تتوقع انه لو عاد كارلوس كيروش هتبقى موجود، ولا انت عندك مشكله مع اتحاد الكره واتحاد الكره عنده مشكله معاك؟ انا عن نفسي ما عنديش مشكله مع حد. اوكي. بس لو في حد عنده مشكله معايا يطلع يقول ان انا عندي مشكله مع كذا كذا كذا، وبلاش حكايه المصادر. لا خالص، ما بتكلمش عليه. انا فاهم. لانه المصادر دي برضه اتكلمت في الفتره ما بين بطولة عربية وبطولة افريقيا، وما بين بطولة افريقيا وماتش كاس العالم. وكملنا الحمد لله. لكن الجملة الشهيرة انه في خلافات. الموضوع بسيط. بص لا انا ما عنديش خلافات خالص، واحترم الناس كلها وكل الناس محترمين لدي يعني.
بس اللي عنده خلافات يعلنها، يطلع يقول كذا كذا. وانا الموضوع سهل وابسط مما هو محتوى. طبعا شرف كبير انك تكون موجود في تدريب منتخب مصر. انت واخد بالك؟ لكن الموضوع ابسط من كده بكتير بكتير. لما تبقى في ترابيزه وفي مصارحه، كل واحد يقول اللي عنده. في النهايه ما فيش اختلاف في الكوره. يعني حتى لو انت مش عايز ضياء سيد وكيروش قال لا انا عايز ضياء سيد، انا ممكن افوت الاشتباك لو كان وجود كيروش هيبقى لصالح الكره المصريه. عظيم. انت واخد بالك؟ يعني هو في اكتر من اللي حصل لاب. يعني في اكتر من كده. فالامور عندي انا بسيطه جدا.